السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. النهاردة يا جماعة إن شاء الله هنعمل مع بعض القسم الخاص بالفوتر. عايز أقولك، لو أنت متابع معايا التصاميم من زمان في القناة، كان الدرس بتاع الفوتر ده بياخد دقيقة، لأن الفوتر بيبقى هايف جدا، لكن الفوتر اللي عندنا زمان شايفين دسم وفيه شوية شغل ظريف وحلو، وبرضه هيدربنا على قصة تقسيم العناصر في الجريد سيستم. الفوتر بتاعنا فيه كونتينر أكيد، لأنه فيه رو، وهنوزع العناصر بالأعمدة بتاعتنا. اول جزء معانا في الرو هيكون الجزء اللي فيه اللوجو والتكست اللي تحته. بس انت محتاج تعمل حاجه في الفوتر، محتاج اديله بادنج توب 5 وبادنج بوتوم 5، ومحتاج اقول له تكست وايت 50 عشان الكلام اللي هنكتبه جوه في الجزء بتاع الفوتر الدارك يكون التكست ديمد كده ويكون مطفي زي ما احنا عملنا في الاقسام اللي فاتت. ايه تاني محتاجه؟ محتاج نفس التريك اللي عملناه فوق، انه التكست يكون سنتر في جميع الميدياز بتاعتنا، ومن اول الميديم التكست يجي عند الستارت يبقى على الشمال. طيب عظيم قوي الكلام ده وزي الفل، ونبدا التقسيمه بتاعتنا. كول داش ام دي داش 6. كل ام دي 6 الاعمده بتاعتنا هتاخد 6 من الجريد في شاشات الميديم، وفي اللارج هتاخد 4. كل داش ال جي 4. يا ترى كلهم هياخدوا 4؟ لا، مش كلهم هياخدوا 4. عايز اقول لك ان اللي هياخد 4 ده هيكون العنصر الاول اللي هو ده عشان واسع، وده كمان 4 و4 8، فاضل كام؟ فاضل 4. ده هياخد 2 وده هياخد 2. حلو قوي الكلام ده. طب ما تخلينا نمشي خطوه خطوه عشان ما نتلخبطش. عظيم، انا موافق. ادي الانفو اللي هو اول جزء على الشمال، اللي هيكون فيه بقى الصوره بتاعت اللوجو والباراجراف والكوبي رايت والحاجات دي كلها. اول حاجه عندي الصوره بتاعتنا، هديها كلاس ام بي 4 مارجن بوتوم 4، وهقول له اتفضل ادي صوره اللوجو، وهنمشي خطوه خطوه معانا. ويفضل يفضل يفضل ان انا انسق الفوتر دلوقتي عشان اتفرج على الالوان وانا شغال. ادي الفوتر، ستارت فوتر، اند فوتر، وبعدين هاجي عند الفوتر واقول له المفروض ان انا عايز اديله اللون الدارك بتاعنا باك جراوند كلر فور. ادي الدارك كلر بالشكل ده. عظيم، اللون يبان. احب انا الموضوع ده كده، بتبقى الدنيا ظريفه وجميله وبتمشي معاك خطوه خطوه. طيب هنيجي دلوقتي في ال HTML بعد الصوره. عندي باراجراف ممكن اديله كلاس مارجن بوتوم 4 ونكتب فيه الكلام الظريف المكتوب ده، وممكن تبقى 5، انا حاسس 4 قليل عشان المسافه الكبيره دي. هنجرب دلوقتي ونشوف بالظبط المسافة هنا. تمام، بس فاضل تحت، هنشوفها دلوقتي لما نيجي نحط الكوبي رايت دوت كوبي رايت. ده هيكون الديف اللي فيه الكوبي رايت. المفروض الكوبي رايت تبقى اخر حاجة تحت، مش زي ما هم عاملينها كده، بس تمام. created by جراف بيري، دول اللي عاملين التصميم. خلينا نحطها في سبان بالشكل ده، وبعدين عندي جوه ممكن احط ديف تاني جوه الكوبي رايت، يعني مفيش داعي للعناصر دي كلها، بس مفيش مشكلة عشان العملية التنظيمية بس. علامة الكابي 2022، والمفروض اقول له اسم التصميم هنا بوندي انك بالشكل ده. تمام جدا، المسافة صغيرة فعلا زي ما انا قلت، المفروض تزيد 5. حلوين 5، تمام قوي كده. التنسيقات بتاعت السي اس اس اركنها شوية، ما عندناش مشكلة فيها خالص دلوقتي. محتاجين بقى ان احنا نكمل الجزء اللي هو بتاع اللينكات اللي بعده على طول. فهاجي هنا نقفل ده ونقول له هنا كل ام دي 6، كله هيكون 6 مفيش مشكله، لكن في اللارج هياخد 2 بس من الجريد. بعد كده هقول له ان انا عندي لينكس هنا، ودي هتتكرر اللينكات بتاعتنا بالمناسبه. يعني اللينكات بتاعتنا اللي على اليمين والشمال دول هيكون في هيدنج فوقيهم متلون بالابيض كده، والباقيين واخدين اللون الطبيعي اللي احنا اديناه بالكلاس اللي فوق، الكلاس اللي حطيناه في الفوتر اللي اسمه تكست وايت ده. طيب حلو، هقول له H5 دوت، هل هتديها كلاسات معينة؟ ال H5 بس اللي هو الهيدنج هديله كلاس التكست لايت عشان يكون بالأبيض، واكتب فيه كلمة مثلا لينكس أو حسب ما هو مكتوب هنا، مكتوب لينكس فعلا. عظيم، بعده هعمل ال UL اللي فيها قائمة اللينكات بتاعتي، هقول له ليست unstyled، وال LI بتاعتنا خلينا نكسب وقت واجيب لك اللينكات سريعا عشان ما نضيعش فيها وقت بالشكل ده. طيب
ادي اللينكات بتاعتنا، بس انا حاسس انه مش المسافة اللي بينهم مش كبيرة زي هنا، فممكن تيجي عند الليست ان ستايل دي وتقول له line height مثلا large، فيبدأ يعمل لهم مسافة كده حلوة. ممكن تزود line height شوية او تستعمل padding زي ما انت عايز عشان توصل للشكل، it's up to you، ومفيش ادنى مشكلة في الموضوع. طيب اللي بعده، اللي بعدهم نفس القصة، كل ام دي 6 وكل ال جي 2 بس اللينكات مختلفة. وطبعا اختصارا للوقت هجيب لك اليو ال واللينكات بتاعتنا عشان نكسب وقت وما نضيعش وقت، لانه نفس الديف اللي فوق بالظبط، يعني نفس الديف ده هقفله كده، حط الديف اللي بعده زي ما انت شايف، كل ام دي 6 وال جي 2 زي ما هو ال جي 2 اهو، ونحط فيه اللينكات بتاعتنا كل حاجة زي ما هي بالظبط فوق، وهنبص بص على الفوتر، عظيم جدا جدا جدا. كده فضل لنا اخر جزء معانا، اخر جزء هيكون كل داش ام دي داش 6 نفس القصة. كده فضل لنا كم جريد يا شباب؟ فضل لنا 4، ادي عندك 4 و2 و2، يبقى فضل لنا 4، كل داش ال جي داش 4 بالشكل ده، عظيم. الديف الاخير بتاعنا اللي هيكون فيه وسائل التواصل ممكن نديله كلاس اسمه كونتاكت بالشكل ده. جوه الكونتاكت عندنا الهيدنج الاولاني اللي هو اسمه كونتاكت اس، ده هديله مثلا اتش 5، ونديلها كلاس تكست لايت عشان يكون بالابيض، ونكتب فيها كونتاكت او كونتاكت اس على حسب ما هو مكتوب، مكتوب كونتاكت اس، تمام جدا. ده الاتش 5 بتاعنا. بعد كده محتاج الباراجراف الظريف ده، جيت ان تاتش مش عارف ايه، جيت ان تاتش وما تروحش الماتش، بلاش القلش عشان ما نزعلش من بعض. هديله باراجراف اللاين هايت بتاعه هيكون لارج، وبعدين نديله مارجن توب 3 مثلا ومارجن بوتوم يكون اكبر شويه 5، عشان في مسافه بينهم تحت اكبر من فوق. نبص بصة، تمام، هنا في مسافة، هنا في مسافة أكبر، ممكن تشوفها دلوقتي قبل ما نحط الصورة. اه بالظبط، هو ده المطلوب. طيب بعد الباراجراف بتاعنا عندنا الزرار اللي هو مكتوب فيه الإيميل بتاعهم. الزرار ده استعملناه 100 مرة قبل كده لحد ما الواحد زهق. خلينا نيجي بعد الباراجراف، ادي الايه بتاعنا، هنديله بعض الكلاسز زي ما احنا تعودنا في المين بتاعنا باتون، بعدين الراوندد بل المين باتون الكلاس الرئيسي، وهديله ويدث 100% عشان انا محتاج ان هو يكون ويدث 100%، ما يكونش الزرار بتاعنا صغير، وهكتب فيه جراف بيري ات جيميل دوت كوم. ان شاء الله اكون كاتب بس الاسم صح، جراف بيري، هنبص بصه كده، جراف بيري ات جيميل، جراف بيري ات جيميل تقريبا يعني صح. اوكي، بعد كده محتاجين دلوقتي الايكونز بتاعت السوشيال ميديا، ودي اسهل حاجة في الدنيا، يعني مفيش فيها اي شغل اصلا. يعني بعد الكونتاكت على طول او جوه الكونتاكت تحت اللينك بتاعنا، ادي اليو ال دوت ديسبلاي فليكس، هنديلها كلاس الديسبلاي فليكس عشان نوزع العناصر جنب بعض، مارجن توب 5 وليست انستايلد عشان نشيل منها الليست. وفي كلاس هنا ظريف ممكن نستعمله اسمه جاب 3، بيعمل ايه الجاب ده؟ هنشوفه دلوقتي بعد ما نحط ال LI بتاعتنا ونحط جواها ال A اللي فيها الايكون بتاعت السوشيال ميديا. الايكونز بتاعت السوشيال ميديا ما فيهاش اي حاجه غريب ولا اي تكنيكس غريبه عليك، فانا هوقف الفيديو واضيفها لك عشان نكسب وقت. دي الكلاسز بتاعتنا، واحده واحده بقى عليا عشان نشوف كل حاجه اتحطت بتعمل ايه وليه، علشان مفيش اي حاجة تكون غريبة عليك مهما حصل. تعال نشوف اول حاجة من اول الديسبلاي فليكس ونشوف الجاب 3 بيعمل ايه. بص الجاب ده بيعمل جاب بين العناصر زي ما انت شايف كده، زي ما انت كنت بتستعمل الجاب في تصميمات اللي احنا عملناها بالسي اس اس، ما عندناش فيه اي مشكلة خالص، مجرد ان انت تقول له جاب 3 وتزود الجاب لو انت عايزها تبقى اكبر، فمفيش مشكلة خالص، هنقول له جاب 4 او جاب 5 عشان تتأكد بس. ادي الجاب بتاعتنا زادت عشان لو انت عايز تعمل مسافات بينهم كتير. ايه تاني عندنا؟ الدي بلوك ديسبلاي بلوك، ودي شفناها زي الدي فليكس، مفيش اي اختلاف فيها خالص عن اللي انت اتعلمته قبل كده. بعد كده نبص بص على الكلاسس بتاعت اللي هو
الجزء بتاع الايكونز. عندنا الراوندد سيركل ده اللي بيعمل لك الجزء اللي بيعمل لك اللي هو بالبوردر راديوس، ان العنصر بتاعك يكون مدور بوردر راديوس 50، ودي درسناها كتير جدا. البي 2 اللي هي بادنج 2 طبعا. الراوندد سيركل عامل زي اللي هو البل اللي احنا عملناه من شويه، بس البوردر راديوس بتاعه 50. شايفين الراوندد بيل بتعمل لك الشكل ده اللي انت بتشوفه في الازرار، والراوندد سيركل لو انت عايز تبقى عندك صوره مدوره او زرار مدور او اي حاجه من الحاجات دي. طيب في نقطه مهمه المفروض ان انت تسالني عليها. انا عندي كلاس اسمه اف اي فيسبوك، وحطيت كلاس اسمه فيسبوك ليه؟ لو في يوم من الايام حدثت المكتبه دي او غيرت اسماء الكلاسز دي، لكن مش هتيجي جنب اسم الكلاس ده لانه ملوش علاقه بالمكتبه بتاعتك، الاسم ده انت اللي مؤلفه. فلو حصل اي تغيير هنا، اي تعديل، غيرت الايكون دي من ايكون عاديه لايكون برو فاضطريت تغير الاسم مثلا لسبب ما، مش هتيجي جنب الاسم ده عشان ده اللي انا هعتمد عليه في سي اس اس وانسقه، عشان كده سميته باسم مختلف عشان حضرتك ما تجيش جنبه. طيب نخش على التنسيقات بتاعتنا. الفوتر، اول حاجه في الفوتر الكوبي رايت، وهقول له ان انا محتاج الدايركت تشايلد السبان، السبان المباشره في الكوبي رايت، هلونها باللون الاخضر كلر فار جرين. مين الدايركت تشايلد دي الموجوده في الكوبي رايت؟ خلينا نشوف. ادي الكوبي رايت اهي، دي الدايركت تشايلد سبان. لو كتبت سبان بس هينسق دي ودي، وانا مش عايزه يجي جنب دي خالص. وادي اول لون عندنا اهو اللون الاخضر زي هنا، يبقى فاضل لنا الثانيه عشان نلونها باللون الاصفر. جميل جدا. هقوله دلوقتي فوتر كوبي رايت ديف سبان، كده انا بتكلم على السبان الثانيه اللي جوه الديف. الكلر بتاعها هيكون يلو كلر بالشكل ده. عظيم جدا جدا جدا. كده فاضل لنا ايه؟ فاضل لنا الايكونز اللي احنا هنلونها كلها دي، اللي هي بتاعت السوشيال ميديا كلها. دوت فوتر، عشان الونها واظبطها خليني الاول احدد المساحه بتاعتها. كونتاكت، بعدين جوه الكونتاكت عندي يو ال، وعندي الاس في جي، ما عنديش غير اس في جي هي واحده بس، مش محتاج ان انا اكتب كل ده، بس انا عشان لو انت حطيت صور في اي حته تانية تبقى العمليه متظبطه معاك. ويدث وهايت 20، المفروض نظبط الجاب، احنا عدلنا الجاب ولا ما عدلناهوش؟ ويدث وهايت 20، تمام جدا. بعد كده هنبدا نحط الالوان بتاعه السوشيال ميديا. تجيبها منين الالوان؟ عندك موقع اسمه براند كلرز، تقدر تدخل عليه، هوريهولك حالا. ده الموقع، مجرد ما تكتب فيسبوك يجيب لك اللون بتاعه، تنسخه بالشكل ده وتستعمله في التصميمات بتاعتك. خلينا نحط الالوان كلها سريعا، ما فيهاش اي تريكات. ادي الالوان كلها، وجايبها من الموقع اللي انا قلت لك عليه دلوقتي حالا، وعملنا المطلوب والحمد لله وكله تمام. هنروح على البادي فوق خالص ونشيل الهايت الفظيع اللي كنا بنتست بيه ده. كده التصميم بقى معانا. نبص بص على الريسبونسيف، هل في مشكله او حاجه؟ عشان لو في مشكله نصلحها. اوكي هنا تمام. في بعض الحاجات ممكن نحتاج نصلحها هنا، زي الجزء الخاص بالكوبي رايت ده اللي هو اسمه كوبي رايت، او الانفو كله عموما. ممكن نيجي عند الانفو كله عموما ونديله، خلينا نروح عند الانفو بالترتيب كده ونقول له مارجن بوتوم بالشكل ده. نبدا نشوف هنا تمام جدا، ما عندناش مشكله الحمد لله. اي مشكله اتمنى ان انت تصلحها عشان تتعلم، مفيش اي سكرول، كله تمام في التصميم، مفيش ادنى مشكله خالص. وهدي لك تمرين قبل ما نقفل عشان انا محتاج اطمن ان انت اتعلمت باذن الله. التمرين المطلوب من حضرتك انك تحاول تشوف هتقدر تستخدم الفريم ورك او التول كيت بتاعتنا في انك تقلل عدد الاسطر دي. اول حاجه ما تحاولش تبقى فهلاوي وتشيل لي التعليق ده وتقول لي انا قللت سطر، او تعمل ميني فايل للكود وتقول لي انا قللت، ده كلام فاضي طبعا، ما فيش الهزار ده. محتاج تشوف ايه اللي احنا عملناه هنا. ممكن تستعمل كلاس عن طريق التول كيت بتاعتنا او الفريم ورك عشان تشيله من هنا وتستعمله في ال HTML. تقدر تعمل ايه وتقدر تقلل ايه، دي حاجه من الحاجات اللي هتخليك تدق ديب او تتعمق في الفريم ورك بشكل حلو وتقلب في الكلاسز، حتى لو ما قللتش من الاسطر، بس هتفضل
تروح تدور على حاجة ممكن تساعدك عشان تشيل مثلا سطر زي ده، سطر زي ده، سطر زي ده مثلا عشان تتعلم. لحد دلوقتي انت المفروض فهمت كل حاجة، والتصميمات الجاية مش هنحتاج نشرح الكلام ده، وكمان اديت لك فرصة ان انت تتدرب وتتعلم. يا رب يا جماعة الكورس يكون عجبكم ان شاء الله. لو الكورس جميل وعجبكم فهو من الله، لو الكورس فيه مشكلة او غلطة ده تقصير مني ومن الشيطان. نشوفكم ان شاء الله مع كورس جديد، والسلام.